عمل فني. اهلا بكم في استوديو نخيل المدى الخاص بمعرض العراق الدولي للكتاب، نقدم لكم حلقه جديده عن القراءه والكتاب والقارئ ومنتج الكتاب وفرسانه. معنا اليوم نخله عراقيه رائعه، الشاعر حسين السيار. مرحبا استاذ. معرض العراق الدولي للكتاب، ماذا يمثل لكم في عصر القراءة الإلكترونية؟ بدءاً هو معرض الكتاب هو ظاهرة حضارية نمع رقي المجتمع. مستحيل القراءة الرقمية أو القراءة الإلكترونية التي سادت في الفترة في السنوات المصرمة الماضية أن تقضي على الكتاب. الكتاب له جذور متجذرة يعني من مئات السنين، فيبقى الكتاب هو القيمة الحقيقية للقراءة. رغم التطور التكنولوجي اللي موجود حاليا، لكن يبقى الكتاب الورقي هو القيمة العليا عند القارئ. هل تستشير احدا اكثر اطلاعا عندما تقتني الكتاب؟ انا بالنسبه لي بما اني شاعر فاميل لكتب الشعر بدلا يعني، وكتب النقد الخاصه بالشعر او الدراسات اللي خاصه بالشعر. ويمكن استشير يعني الناس اللي اكبر مني عمرا وتجربه بمجال الشعر فينصحوني ببعض القراءات المهمه. حقق اعلى المبيعات، هل تدفعك هذه العباره لشراء كتاب ما؟ وما الذي يشجعك على اقتنائه؟ ممكن 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 تدفعني او تدفع غيري لشراء هذا الكتاب. ويبقى هو الكتاب اللي اكثر مبيعا اكيد الى اسمه والى قيمه عاليه، لكن يمكن هي قراءات مختلفه من قارئ الى قارئ. اكو قارئ يبحث يعني عن اشياء الغامضه دائما، يمكن انا واحد من الناس اللي مو دائما اروح للكتاب اللي معروفه واللي سائد، يمكن ادور بكتب اللي الغامضه، الكتب اللي عليها التراب وازيح عنها التراب واقراها. استاذ، كلمه لنخيل المدى. نخيل عراقي، نخله باسقه، نخله كبيره، نخله لها حضور حاليا بالثقافه العراقيه وبالوسط الثقافي حتى العربي. يعني غالبيه مثقفين، دائما اقول غالبيه المثقفين العرب يتمنى يظهر بنخيل العراقي الان، سواء عن طريق النشر او عن طريق الحضور في نخيل العراقي. شكرا لنخيل العراقي وشكرا لهذه التغطيه الاعلاميه الكبيره لنخيل العراقي. شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. إلى أن نلتقيكم مع نخلة جديدة.